افتتح وزير الأوقاف والسياحة والآثار ومحافظ القاهرة مسجد الإمام الشافعي، جاء ذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وصيانته بتكلفة تقدر بنحو 13 مليون جنيه بتمويل من وزارة الأوقاف. 13 مليون جنيه هي تكلفة إعادة ترميم مسجد الإمام الشافعي بمنطقة السيدة عائشة بالقاهرة، حيث تم إعداد مشروع ترميم متكامل للمسجد نظرا لسوء حالته المعمارية والإنشائية، شملت أعمال معالجة أرضيات المسجد والأسقف والواجهات والشخشيخة الخشبية. المسجد ده تم بناؤه على مراحل عديدة على مدار أكثر من 800 سنة من العصر الأيوبي والعصر المملوكي، وصل لمرحلة أثرية وإنشائية كان يجب أن تدخل. قامت وزارة الأوقاف بتمويل المشروع بالكامل بحوالي 13 مليون جنيه. المسجد ده تم أعمال إنشائية، أعمال في الأرضيات، أعمال في الأعمدة، في الأسقف، أعمال ترميم دقيق، كانت عملية إنشائية ضخمة جدا. بشكر وزارة الأوقاف في ما تقدمه من دعم للحفاظ على إرث مصري الرائع من آثار دينية وإسلامية فريدة. هذا المسجد الذي يمثل قيمة تاريخية ودينية وأثرية وحضارية عظيمة ليس لمصر وحدها، وإنما للعالم الإسلامي كله ولكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربة، ويمكن أن يسهم أيضا في دعم السياحة الدينية إضافة إلى ما يمثله لخصوصية هذه المنطقة وأهل هذه المنطقة. بمناسبة المساجد، إحنا اليوم بيتم افتتاح بنكمل 502 مسجد في شهرين. أعمال الترميم شملت أيضا الحوائط الحجرية الأثرية وإزالة البلاط غير الأثري بسطح المسجد وتدعيم شبكة الكهرباء وعمل عزل حراري لسطح المسجد. تنسيق مستمر ما بين وزارة الأوقاف ووزارة الآثار والمحافظة دائما على تطوير مثل هذه الأماكن التي دائما تطلع الشباب على تاريخهم، وأنا يعني أؤكد أن لابد أن الشباب يعني يبقى في إقبال على هذه المزارات التاريخية يعني الأثرية حتى يتعرف على تاريخه. تم غلقه نتيجة لخطورته الإنشائية ووجود مشكلة للمياه الجوفية أسفل المسجد، فكان التعاون مشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة السياحة والآثار ومسألة في المجلس أعلى الآثار في عمل مشروع ترميم كامل للجامع، شمل ترميم الإنشائي وعزل والأرضيات وعمل المعالجات الإنشائية للأساسات وللجدران، ليعود المسجد يعني يمكن أقوى مما كان عليه وقت إنشاؤه. كما قام وزير السياحة والآثار بجولة تفقدية لقبة الإمام الشافعي، والتي يجري لها حاليا عمليات تطوير بالتعاون مع صندوق السفراء الأمريكي بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه. على مدار عدة سنوات تعرض هذا المسجد إلى الإهمال، لكن يد التطوير شملته الآن لتؤكد الدولة المصرية أنها حريصة على موروثها الثقافي والتاريخي والإسلامي على مر العصور. من أمام مسجد الإمام الشافعي بمنطقة السيدة عائشة، أشرف مبارك، النيل.